اتحادية للأبد تقول ما دام الباشا سمير عثمان راضي عن الاتحاد واعترف أن هناك هدف صحيح لكورنادو، ما رأيه في ضربة الجزاء الغير محتسبة لحمد الله؟ يا دي الكشوي بيرجعونا لهالمباراة، أنت إيش كان رأيك فيها أبو فهد اللعبة هاي؟ لا توجد ركلة جزاء، ما فيها ركلة جزاء. طيب خلينا نشوف إذا الشباب يقدروا يجيبوا لنا إياها حقت حمد الله، ها عشان نقدر نجاوب المشاهدة. طيب لغاية ما تجهزونها خلينا نشوف. يلا 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 تفضل تفضل يا كابتن سمير، أهي قدامك لعبة الكابتن حمد الله. تفضل خذ وقتك شوفها براحتك. لما نشوفها براحتنا كنا اجازه بقى. لا انا شفتها. لا هنا ده تنافس طبيعي، الاثنين حاطين رجلهم قدمهم في وقت واحد، استمرار اللعبه هو القرار السليم بتاع الحكم. الاثنين رايحين في تايم واحد، الاثنين رايحين في تايم واحد. انا هنا شايف استمرار اللعبه هو القرار الافضل يعني.